الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. معكم أخوكم يوسف سعد الحارثي. أحب أهني أخوي حسام الشريف وأتمنى له الخير ويتم الأفراح، وزي ما قلنا الله يهنيه وكل عام أنتم بخير، والله يسعد الجميع ويتمم بالخير والفرح والسرور إن شاء الله. سامي معيض الحارثي، نقول لهم بارك الله لهم، بارك عليهم وجمع بينهم بخير إن شاء الله، ونتمنى لهم حياة سعيدة إن شاء الله إن شاء الله. دخل الحارثي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينهم بخير وأن يكتب لهم ما فيها الخير بالتوفيق إن شاء الله. عماد الخميسي، نتمنى أن عريس حياة سعيدة ونقول له ألف مبروك. السطام العتيبي، نقول العريس بالرفاء والبنين إن شاء الله. خلف الشمراني، نتمنى التوفيق لزميلنا حسام بالرفاء إن شاء الله. حسام حفظي، أتمنى اللهم يا رب يجمع بينهم على خير ويبارك لأخوي حسام الله يحفظه. أنا الصالح الحازمي، أهني أخونا حسام ونقول له ألف مبروك والله يتمم له على خير إن شاء الله. تعربك؟ عطية محمد الغامدي. نبارك لأخونا حسام، أحنا زملاء في العمل، ونقول له إن شاء الله الله يجمع بينكم في خير وبالرفاء والبنين إن شاء الله. إن شاء الله. تعرب الأخ؟ عواض بن دخيل السلمي، وبارك لزميلنا حسام زواجه هذه الليلة والله يوفق إن شاء الله. ماذا تتمنون لحسام في هذه الليلة السعيدة؟ والله أتمنى له كل توفيق إن شاء الله، والله يوفق إن شاء الله في حياته كلها. تعرب الأخ؟ عادل هذري طال عمره. نبارك للعريس فرحته هذه الليلة، ونقول لك ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، والله يوفق إن شاء الله. تعرب الأخ؟ أنا معك وزن طير يا حبيبي. الله يحييك أولا في هذه المناسبة السعيدة، وكلمة توجهها العريس. بارك لزميلنا الأستاذ حسام المحسن بهذه الليلة المناسبة، ونتمنى له التوفيق وبالرفاء والبنين بإذن الله. له ولد. تعرف الأخ؟ إبراهيم الهدبان الجهني. تهنئة العريس. نقول له ألف مبروك، و يعني والله العظيم يعني يستاهل مباركة، ونقول منك المال ومن العيال إن شاء الله يا رب. بإذن الله. عقبالك والله متزوج. لا لا متزوج الحمد لله وعندي طفل. لا 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 لا. لا, لا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فيصل حمي، يعني نقول له عريس ألف مبروك وبالرفاء والبنين إن شاء الله. بإذن الله. نصيحة توجهها العريس. الله يرزقه إن شاء الله بالذرية الصالحة. متزوج يا اخ ان شاء الله، بحكم انك متزوج يعني ولك خبره في الزواج، ما هي النصائح اللي تتوجه للعريس؟ وهذه خاصه ان شاء الله كلمه فيها ان شاء الله. الله يحفظك. تعرف عليك؟ يوسف سعود المقاطي. تهنئه للعريس. والله نقول له الف الف مبروك بالرفاء والبنين، تمنى له حياه سعيده كمان نصف الثاني